التليفون ايدي بالجري. زبرك صعب انت ما بحسن فلتو. لك وينكم؟ لك ليش عاد عملت على التليفون؟ الو؟ مين؟ فاتن؟ يي تقبري قلبي ان شاء الله الهي، اشتقت لك يا عمري. شلونك؟ امتى جايين؟ بكره؟ عم تحكي جد؟ لك هلا خبر مازن. تقبريني ما بدي شي سلامتك، بس سلميلي على ابو مازن. ايه اشتقت لك كثير، الله معك، مع السلامة تقبري قلبي. الله معك يا امي. مين جميلة؟ فاتن. وليش ما عطيتيني اياها؟ كانت مستعجلة. وليش حكت إذا كانت مستعجلة؟ بدها تيجي بكرة، وقال عم ندق على بيتها ما حدا عم يرد، وقالت لي إنه خبر مازن مشان يطلع يجيبه من المطار. وأنت ما بتعرفي تقولي لها أحكي مع أمك؟ إيه ما خطر لي. وليش لحتى يخطر لك؟ مو لازم تقتنعي بالأول إنه أنا أمها مو أنت؟ تقبري قلبي شو بحبك. اي والله بتشبهني اكثر من امها، كاني انا اللي مخلفتها. اوف المثل بيقول خذوا البنات مصدور العمات، وانا ما بدي كل البنات، انا بدي بس فاتن. هلا هي داقت عينها على فاتن. كأني سامع صوت شي عم يتكسر. نبيلة شو هاد؟ بالله يا فرحتي، وأخيرا كريم سمع إنه في شي عم ينكسر. بعد 43 سنة زواج انتبه كريم إنه في شي عم ينكسر. نبيلة شو صار لك؟ شو في؟ نبيلة شو صار لك؟ أبداً ما صار لي شيء. ما صار شيء يا كريم، ما صار شيء يا كريم، ما صار شيء. نبيلة أنت مالك طبيعية، مالك طبيعية. عن جد؟ عن جد مالي طبيعية؟ عن جد أنا مالي طبيعية يا كريم. نبيلة أنا صرت خاف عليكي. تخاف علي؟ نبيلة أنا آسف، والله العظيم أنا آسف، أنا آسف يا روحي، يا ريت كسرت إيدي. نبيلة نبيلة أنا آسف، بشرفي أنا آسف. على شو؟ أنا كان قصدي إني صحيكي. أنا آسف، آسف، والله آسف. على شو؟ أنا بعرف لو قلت 200 مرة أنه أنا آسف ما رح تغفري لي، بس والله العظيم أنا آسف. على شو؟ رح الحياة نبيلة، رح الحياة بقى خلاص، عم أقول لك آسف، آسف. على شو؟ أنا بورجيكم. تفهموني شو اللي عم يصير بهالبيت؟ سأل نبيلة. لا بدي اسألك لك. ايوه برافو كريم، ما قدرت عليها، جاي تتقاوى علي، وطبعا هي بعتك لحتى تحاسبني. انا ما حدا بعتني، انا اجيت من حالي لحالي. هلا بدي افهم شو اللي عم يصير لنبيلة؟
من حالك؟ امتى كنا والشمس ترقعنا؟ جميلة، انت شو صاير لك؟ انا شو صاير لي ولا هي؟ انتو التنتين. نحن التنتين؟ يعني مصر تحط الحق علي انا كمان. هو مزبوط الحق علي، لاني انا ما تجوزت واستتت، ما كان حدا منكم قدر يحكي معي كلمة. ليش مين حكى معك؟ كلكم عم تدقوا علي لاني مالي حدا، بس لو تجوزت لقاضي عبد المجيد كان الكل حسب الحساب. هذا اللي أكبر منك 35 سنة؟ إيه نعم، واللي حضرتكم رفضتوا تجوزوني إياه. بس مثل ما بتعرفي القاضي صار له 30 سنة متوفي، يعني لو تجوزتيه كنت هلا أرملة. إيه ما تطيق منكم، يمكن لو تجوزته كان طال عمره أو خلف لي كم ولد يشيلوا كبرتي. على كل السفير كان أحسن منه. السفير يلي صلعته واصلة لرقبته. والقايم مقام من شو كان بشكي؟ كان قصير ومقبلج. وطبيب العيون؟ طويل ونحيف. والصيدلي؟ رجليه كبار. طيب وابن عمك يلي ولاده هلا بيملكوا نص البلد؟ كنت حسه مثل اخي. ها ها. ومحمد عبد الوهاب هاد ما فيك تحكي عنه ولا كلمه. خفت تجي واحده ثانيه تاخذه مني وانا كرامتي ما بتسمح لي. وغيره وغيرات وكلهم حطيتي فيهم العلل. ما عجبك الا هذا اللي اكبر منك 35 سنه. عيونه كبار وكتافه عراض وشواربه مثل الفراشة. هي أول مرة حياتي بسمع أنه واحد شواربه مثل الفراشة. اتمسخر عليه اتمسخر لك، لو كان موجود كان دافع عن نفسه وعني. هي علينا، هلأ وين كنا وين صرنا؟ خلينا موضوعنا الأساسي. هذا هو موضوعنا الأساسي. أنا مالي حدا شد ظهري فيه، أنا يتيمة وحيدة لا أهل ولا جوز ولا ولد. شو الحكي يا جميلة؟ ليش أنا وين رحت؟ أنت لا رحت ولا جيت، وجودك وعدمه مثل بعض. لا يا جميلة لا، هذا اللي طلع معك؟ نعم هذا اللي طلع معي، طالما الست نبيلة متحكمة بكل شيء. ها ها، وصلتينا للمهم. شبه نبيلة؟ اسألها إلها. شو عم تعملي؟ مثل ما انك شايف. انا شايف انك رايحة. صح. لوين؟ لبلاد ما فيها عباد. خديني معك. وامبراطوريتك لمين بدك تتركها؟ امبراطوريتي؟ ايه، امبراطورية الخردة ورفض الكراكيب. بحضر، خديني معك. المشكلة يا كريم انه الحياة معكم صارت كلها خردة. انت وغرفتك جزء لا يتجزأ، انت وغرفتك والبيت جزء لا يتجزأ، انت وغرفتك والبيت واللي بقلب البيت جزء لا يتجزأ. وانا مليت من الخردة والكراكيب وصار لازم عيد ترتيب حياتي من جديد. هلا ممكن تقولي لي ليش زعلانة؟ يعني بركي بقدر اعمل شيء. رايحة. طب يعني هيك رايحة بدون مصاري؟ ما في داعي، ما راح احتاجه. معقولة؟ بدي أقوم برحلة على الأقدام. يعني بركي جعتي بركي عطشتي. أنا رايحة أتحد مع الطبيعة، ألتصق فيها وهي رح تكون كريمة معي، تطعميني من ثمارها وتسقيني من ينابيعها. لا تخاف علي، الطبيعة هي المكان المناسب الوحيد اللي رح يخليني أحس بالحرية والانعطاق. غلط شي؟ أنا متزوج بامرأة غير عادية. هيك يا أبو لطفي، كل واحد بيصلح حقه، ما في داعي الشرطة تدخل بين الإخوات، ما هيك؟ والله عم تحكي جواهر يا أستاذ عادل. هالفكرة ما كانت خاطرة ببالي منوب، ماني عرفان كيف بدي أشكرك. صلي على النبي يا رجل. شو عم تعمل أبو لطفي؟ رح تخليني أزعل منك ها؟ خليها لشغلة تحريز. أستاذ عادل هيك بتخجلنا منك كثير. لك يا أبو لطفي أنت مالك فهمان علي، أنا عم بصمدهم لما بتحتاجني لقضية كبيرة، بس إن شاء الله ما بتحتاج محامي لا بقضية كبيرة ولا بقضية صغيرة. عن إذنك. ألو؟ أهلين عمي، ميت أهلين وسهلين. شو عم تقول؟ رحلة؟ طيب بابا، أنا بس بدي أفهم شغلة واحدة، إنه كيف بتتركها تطلع برات البيت من غير ما تعرف وين رايحة؟ بصراحة حديثة أخذني ولبين ما فطنت كانت اختفت. بس أنا اللي مستغربه يا عمي إنه كيف تتركها تروح قبل ما تعرف شو اللي مزعلها.
ما رضيت تقلي؟ ما رضيت تقلك. واضح واضح ليش ماما تركت البيت. ليش بابا؟ ما تأخذني يعني ها، بس انت كتير بطيء بطيء بردود افعالك. ايه هذا هو السبب. وينه ما شفته؟ البطء بابا، بطء التطنيش. والله فهمت عليكي، والله فهمت عليكي، بس وين المشكلة؟ هلا المشكلة انه نعرف شو اللي مزعل مرت عمي، لانه بجوز هذا الشيء خلينا نعرف طريقة. جميلة بتعرف عمتي؟ لهلا ما حكيت، وينها هي؟ معتصمة بغرفتها ما بدها تحكي حدا. معناتها وضحت القصة. يا ستي عمتك وامك متخانقين مع بعضهم. مزبوط. طيب ليش؟ عجزت معهم، عجزت معهم. لا هي فهمتني ولا هي فهمتني. غريبة، واحدة حابسة حالة جوا والتانية حررت حالة. حررت حالة؟ يعني هيك قالت، هيك شيء قالت، يعني هي حررت حالة هيك قالت. عادل الله يخليك، قوم انت لعند عمتي جميلة، بلكي بلكي ها تحاول تفهم منها شيء. بابا إذا ما قبلت معك خلي الموضوع علي. ايه بابا ايه على عيني. جميلة خانوم، جميلة خانوم. أهلين عادل. ممكن تفتحي لي الباب؟ لا تأخذني يا عادل، مالي قدراني أحكي مع حدا. طيب يا جميلة خانوم، مو من حقنا نحن اللي منحبك نعرف شو اللي مضايقك؟ ما في شي مضايقني، بس أنا هيك حابة أقعد لحالي. بابا تراهنوا إنك تقتنع معي؟ إذا بتقدري بتكوني أشطر بنت بالعالم يا جدو. هلا بتشوف. عمته، عمته الحلوة. أي أي بطني، عمته الحقيني. تقدريني شو بكي؟ ما في شي، بس عملت هيك لحتى تفتحي لي. هيك ترعبيني يا نارا؟ ماشي الحال. لو ما عملت هيك ما كنتي فتحتي لي. هالمرة رح مرق لك ياها، بس مرة تانية لا بقى تعيديها. خلص ما بعيدها. مقفوشة. انت بعدك صغيرة على الهم، بس تكبري ببقى بحكي لك. شو بابا حكيتوا مع بعض؟ قالت لك شي عنا وعن تيتي؟ لك كنت استنى لحتى اكبر، هيك وعدتني. معقولة نجيب؟ انت لهلأ ما تلحلحت؟ لك هلأ بيفهموا، انت على شو مستعجلة؟ بعدين شو رح يطلع معك؟ انا لازم كون اول وحدة هنيك. ها من هي خبروك اخر وحدة؟ لك امك تارك البيت من الصبح وما خطر لهم يتصلوا فيكي غير هلأ. ما بدهم يشغلوا لي بالي. طيب على القليلة يتصلوا فينا يعرفوا اذا اجت لعنا ولا لا، ولا هن عرفانين سلفا انها ما رح تلجأ لك، انت بنت الحنونة الملهوفة. صحيح مبدا، امك ليش ما لجأت لك مع انك انت احن كل اخواتك عليها؟ نجيب انا رايحه لعند اهلي، واذا بتحب الحقني. عن جد حماتي خارج المنزل؟ وعن صابر تصميم وإصرار. بابا بذمتك بذمتك، أنت ضايقتها بشي؟ كلكم بتعرفوا بحياتي علي صوتي عليها شي. حاشا وكلا. في يوم عملت اللي بدها إياه؟ أبدا وأنا شاهد. سبق وطلبت شي وما لبيت إلا إياه. أنت لها يا عمي. فإذا ليش معتقدين على أني السبب بأنها طفشت؟
لك يا جماعه هلا موت التفكير بالاسباب، هلا لازم نعرف لوين راحت مرت عمي. صحيح، وين ممكن تكون راحت عمي؟ ما قدرت تستخلص شيء من حديثها قبل ما تروح. بتعرف يا برغوم، اول مره بحياتي بنتبه انه لون عيونها عسلي وانه وشها كله كبرياء وشموخ. بعدين يا اخي اسمها نبيله، شوف قديش حلو كله نبل. شو هي القصيده اللي قلتها مره عنها انت؟ هو نبيله نبيله والنبل نادر نحيله نحوله النبلاء. الله الله يا برغوم، اصبت كبد الحقيقه، مع ان بالفتره الاخيره سمناني شوي يعني. ولي على قامتي، ما لحقت تسملى شوي قامت راحت. ولما سالتها شو بدك تاكلي؟ قالت لي الطبيعه رح تكون كريمه معي ورح تطعميني من اكلاتها. لا يا ربي، من منتوجاتها يعني، ما بعرف هيك شيء. شو قلت بابا؟ شو قلت؟ الطبيعه؟ ماما هيك قالت؟ ايه هيك شيء يعني، يعني قال بدها تصير هي والطبيعه شركه. شركه مساهمه محدوده؟ صح، قربت لي معنا، شركه متحده. وقف عمو، لقطه، بدها تتحد مع الطبيعه. صح، برغوم شاعر. خلاص وضحت الامور، ماما اكيد بمكان فيه طبيعه. طيب وين احتمال تكون راحت؟ لقطه اخي، ما في غير تكون رايحه على الغوطه. على الغوطه؟ شو ما في غير الغوطه؟ طيب مو مشكله، على عين الفيجه، عين الخضراء، عين ترما. يمكن راحت لمزرعه خالته فاتن. شو شو شو؟ برافو نارا، هذا اقرب احتمال. لا 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 لا، شلون ما خطرت على بالي انا هيك. برافو عليكي بابا، برافو عليكي. ما شاء الله يا استاذ عادل، الله يخلي لك اياها. تسلم تسلم يا برغوم. شو قاعدين عم تسووا؟ ما تقوموا تدوروا عليها؟ ولا بس شاطرين تخبروني اخر دقيقة؟ ولا يمكن نسيانين انه انا كمان بنتها؟ طولي بالك يا مجدة. ما بدي طول بالي، انا اول وحدة لازم تعرف، وإذا أنتم بتخافوا عليها طاق، أنا بخاف عليها مليون طاق. حقك علينا يا مجدة، والله حقك علينا، بس المشكلة إنه نحن لهلا ما وصلنا لنتيجة. وليش لحتى ما توصلوا لنتيجة؟ وين شطارتكم؟ أنتِ بحثة اجتماعية. الحق مو علينا يا بابا. الحق على مين لكان؟ على عمتك جميلة. شبه عمتي جميلة؟ هي اللي بتعرف شو صاير مع أمك. طيب ما تسألوها. لك ما عم ترد على حدا. والله شي حلو والله. عمتي عمتي افتح الباب. عمتي افتح الباب احسن ما اكسره. ها طيب، واحد اثنين ثلاثه. بسم الله عليك، بسم الله بسم الله. عمتي ليش بدك تضلي تعملي فينا هيك؟ ضليتي ورا امي لحتى هججتيها من البيت، شو ناويه تساوي كمان؟ رح ساوي اللي لازم ساويه من زمان. انا بهالبيت ما لي حدا، ما لي غير فاتن، ولما بتغيب فاتن حياتي بتصير بلا معنى. وامك مستكتر علي فاتن. على كل حال طلعت ذكيه كثير، تركت البيت وراحت لتقلي انا يا انت بهالبيت، الرساله وصلت. عمتي عمتي لوين رايحه؟ الطريقه الوحيده لترجع امك لبيتها اني انا اترك البيت. عمتي استني، هذا البيت بيتك قبل ما يكون بيتنا. جميله وين رايحه؟ عمتو انت كمان؟ عمتي اذا بتروحي ما بتعرفي شو بساويها. طيب على الاقل قلينا لوين رايح؟ لا تخافوا علي ولا ينشغل بالكم، أنا رايحة على مزرعة فاتن. طمنتوا؟ عمتو خديني معك. بابا بيجيبك عندي حبيبتي. شو هالحياة هي؟ لا تعجب ولا عمي. جميلة خانم، طيب اسمحي لي وصلك. بوصل لحالي. يا جميلة كيف بدك تدبري حالك؟ لا تخاف علي، ولو كنت وحيدة بقدر أغلبها. راسي أيبس من راسها. مين هي؟ الحياة العنيدة. يوم الرحيل العالمي. كل الحق علي، أنا اللي خليتها تساوي هيك، أنا السبب. لا ما بدلتي، ما لك علاقة. لو ما حكيت معها هيك ما كانت راحت. يا ستي هي كانت مصممة على الروح. على فكرة عمتي وأمي متخانقين مشان فاتن. شو؟ فاتن؟
We can see that he uses his body effectively to gain position, and thus is able to steal the ball. إيوا أحسن شي كرة القدم فيها ناس كتير. إيه برافو برافو يلا 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 جول. يا ويلي شو عملت بحالي أنا؟ شو اللي جابني لهون؟ جميلة نبيلة الله يصلحك فكرتك حرامي. شو جابك بهالوقت؟ انت هون وقالبين الدنيا عليكي؟ يعني هلأ مشغول بالهم؟ كتير كتير. وعرفوا ليش تركت البيت؟ لا ما حدا عرف. طيب انت ليش تركتي البيت؟ لنفس السبب اللي انت تركتيه فيه. بس انا الزعلانه مو انت. لا انا الزعلانه مو انت. طب وانت ليش زعلانه؟ لاني عايشه معك طول العمر وما بعرف انك بتكرهيني. مين 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 مين؟ انا مأمور ابو جابر جايبين باللطف. الله يسامحك يا ابو جابر. الله يسامحك يا رب. سامحه نبيلة هون وما بتقلي؟ أبو جابر ما له علاقة، أنا منبهة عليه. يعطيك العافية أبو جابر. على رأسي ست نبيلة، إذا بدكم شيء نادولي أنا سهران تحت. طيب أبو جابر. ما أطيب هالشايات، دوقي دوقي اشربي اشربي. الله معاكي حق. كل شيء بهالمكان له طعمة مختلفة. ما جاوبتيني على شو؟ يعني معقولة كل العمر متضايقة مني وساكتة؟ كيف تحملتي؟ أنا مالي متضايقة منك. لكن شو؟ أنا غيرانة منك. غيرانة مني؟ لأنه فاتن بتحبك أكثر مني. لا يا نبيلة لا، أنا ما بريدك تحكي هيك حكي. أنت أمها وما في أغلى من الأم. مو صحيح. كانت فاتن تسمع كلمتك انت وما تسمع كلمتي انا. يمكن لانه انا عمتها تستحي مني، لكن انت امها اخذي وش عليكي. طيب ليش كانت تحب تنام على تختك انت وما تنام على تختي؟ يمكن لانه انا على تختي في العاب قطة موردة ومزهرة، وانت على تختك في راديو، يا اما عم تسمعي اخبار يا عم تقري جرايد. طيب ليش كانت تحب قصصك اكثر من قصصي انا؟ يمكن انا قصصي تحكي عن فاتن ست الحسن والجمال، فاتن بدر البدور، وانتي قصصك كلها عن النظافة والترتيب والاجتهاد، واللي ما بيسمع كلمة أمه بيسرقوا الفيران. أنا كنت عم ربيها وأنا كنت عم سليها. بس التسلاية لوحدها بتفسد الولد. الولد ما بيحب الترباية السربست، الولد كمان بيحب يلعب. مشان هيك طلعت أكسل وحدة بإخواتها. بس تجوزت أحسن جوازي. لك في وحدة بتتجوز وهي لسه مو أخذ البكالوريا. شو عليه؟ إذا كان جوزها مأملها كل طلباتها مو منقص عليها شيء، وهي الجنة اللي أنت لجأتي لها دونا عن كل الأماكن إلها، شو عليه؟ لا عليه. بعدين تعي لهو، هي شادية ضلت 3 سنين تقدم بكالوريا غصب عنها وما تنجح. شو طلع منها؟ قليلي
تجوزت برهو، ضلوا 3 سنين يروحوا على مركز نتائج البكالوريا لحتى حبوا بعضهم وتجوزوا بعضهم وسقطوا مع بعضهم. ليش شبه برهون؟ وبعدين الشغله مو بالمصاري، وشاديه هي نسبه ذكائها، ما بعرف لمين طالعه، مع انهم اهلي كلهم تخرجوا من الجامعات وما حدا منهم قصر. شو قصدك نبيله؟ قصدي انه فاتن كانت اذكى اخواتها، ولو ما انت ضغطتي عليها واقنعتيها كانت كملت دراستها، واقل شيء صارت مهندسه او دكتوره. هلا هذا اللي طلع معي، الله يسامحك، بدل ما تتشكريني على هيك عريس بتتمنى اكبر بنات العائلات. انا ما عم بحكي عنه بالذات، مالك على سلامته، انا عم بحكي عنك انت. ضليتي تتدخلي بتربايتي لفاتن لحتى غيرتي لها مصير حياتها وقلبتي لها يا قلب. لا والافظع من هيك، نسيتيها انه لها ام. انا يا نبيله الله يسامحك، على كل انا قررت اني ابعد عنكم كلكم، تحتي هيك؟ يعني هلأ حليتي المشكلة؟ ايه، وما عندي كلام تاني. خلينا هلأ نتناقش. ما في مجال للنقاش، الأمور صارت واضحة وصريحة. طيب خلينا نتناقش يا جميلة. ولا كلمة. في معلومة طبية بتقول انه الحوار مفيد للأعصاب. انا أعصابي مرتاحة، بس انا اعصابي رح تنفجر. شو عمل لك يعني؟ اكثر شيء بقدر اسوي لك اياه هو اني اترك البيت وهج. لوين؟ وين ما كان. انت شو بهمك؟ المهم انك ترتاحي. طيب خلينا نتناقش. فاتن جاي بكرة، ونسينا نخبرهم يطلعون على المطار. مزبوط. اتصلي انت. لا انت. اجت 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 بابا، تعال. شو ليش جايين كلكم؟ وين ماما؟ وين ماما؟ ماما شو ماما؟ بابا شو؟ شو؟ خدوا خدوا الأدب، خدوا الأدب، خدوا الأدب، خدوا الأدب، اطلع 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 من العربية، اطلع. ماما جميلة بعتتك لعندي مو هيك؟ كلا ماما. انت اجيتي من حالك؟ نعم ماما. وليش هيك عم تجاوبيني مثل تلميذة بالمدرسة؟ انا عم بجاوبك بالطريقة اللي كنت تفضلي جاوبك فيها انا وصغيرة. يعني انت بتفضلي هالطريقة هي؟ انا بفضل انك تكوني سعيدة. وهي الطريقة بتخليني سعيدة برأيك؟ اي شيء بيخليكي سعيدة بيسعدني. وليش عم تركزي على موضوع السعادة وكأني حزينة؟ لأنك فعلا أنت حزينة. حكوليك؟ حكولي. وأنت شو رأيك؟ أنت غلطانة. لما شفت الكل جايين على المطار وما شفتك معهم شو عملتي؟ ما عملت شيء، بس وقعت على الأرض. يعني تفركشتي؟ لا، فقدت وعي. يعني أغمى عليكي؟ إيه. ليش؟ لأني ما تخيلت الحياة من دونك. ولو كانت جميلة هي اللي مو جاي، شو كنتي عملتي؟ ولا شيء، كنت فكرت انشغلت بشي. وجميلة عرفت إنه غمي عليكي من خوفك علي؟ إيه، الكل عرفه. ماما ممكن تتخيلي انه في اغلى منك بالكون كله. حلوه
حاسه انه عقلي صغير وكلكم عم تاخذوني على قد عقلي. هيك بتعملي فينا ماما؟ شغلتينا بالنا عليكي. على فكره لولاي ما كان حدا عرف وينك. لك انت طول عمرك اذكى وحده بين اخواتك. عجبتك القعده بالمزرعه مرت عمي ما هيك؟ حلوه. والله فقدنا لك يا مرت عمي. عمي ما هيك؟ برهوم؟ نعم عمي. انا بحب حماتك. طيب عمي طيب.